ما هي علامات قبول الصلاة؟ علامات قبول الصلاة، قبول الأعمال كلها لا يعلم، ما تعرفش إذا كان الصيام مقبول ولا مش مقبول، إذا كانت الصلاة مقبولة ولا مش مقبولة، إذا كان برك بوالديك مقبول ولا مش مقبول. لذلك المؤمن دائما بين الخوف والرجاء. يقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا يتصدقون وقلوبهم وجلة، يعني بيعمل الخير وخايف ما يقبلش منه. ليه؟ لأنه القبول يتوقف على صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا اطلاع لأحد عليه. وبالتالي ما عليك إلا أن تسأل نفسك عما هو مطلوب منك أنت، ما تسألش نفسك عن أفعال الله. القبول ده تبع مين؟ تبعك ولا تبع ربنا؟ خلاص ما تسألش نفسك عليه، أنت اسأل نفسك فقط: هل أنا صليت ولا لا؟ وإيه إيه هي الحاجات اللي أعملها بحيث صلاتي تكون صحيحة ظاهرا وباطنا؟ بس ما تشغلش نفسك بأكثر من هذا. القبول عدم القبول ده على الله سبحانه وتعالى.